صافي، tout le monde en place. عمر en forme. وي فين هو الماشينيست؟ اطلع طلعنا صاحبي، اش غنبقاو نتسناو؟ attention le vidre de dans 2 minutes. attention dans 2 minutes. Assidi, vous allez nous donner le contre-jour, oui ou merde? Le théâtre générique. Deviens un poète, artiste. La Omar, la khouya, ce n'est pas comme ça. Quand il a bu. La vraie, je veux plus de maîtrise, un peu plus de souffle, beaucoup plus de présence, pratiquement. Alors. Le dramaturge. Les représentations naturalistes suscitent. Assez Omar, assez Omar, j'en ai marre moi. À part que j'ai cette dialogue, il faut qu'on sente le rouler en te regardant. Allez, répète. Vous savez pourtant qu'à ce moment-là, on n'a plus affaire à la nature, mais seulement aux opinions de l'auteur sur la nature. C'est mieux. Répète avec lui. D'accord. Allez, on y va. Vous savez pourtant qu'à... Par-delà la rive. Bleti, bleti. Je vois ici. Je compte. Je compte. Je compte. Par-delà la rive. Je compte. Vous êtes complètement fou, vous voulez faire une tournée. Barid Diro Amin va de la pièce. Vous êtes tout simplement une troupe, dire les amateurs. Barak, c'est pas marché. C'est zéro. Hélas, là, du fleuve vaincu, ensemble, ne sortent pas deux vainqueurs. Le traverser à la linge est dangereux. Savez, les bras. Coupé. Soudek. Omar. اش درت لهم عباد الله انا تيديروا لي هذا الشيء؟ خرجوا عليا هلكوني. اش درت لهم ويلي؟ اربعه ديال لي زاماتور باغي ديروا عامين بهذه المسرحيه. موني 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 ويلي اش درت لهم ويلي 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 ندير موت على المسرح. دير المسرح دير دير المسرح موت عليه موت عليه موت ويلي 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 بون دو كون. ممكن تشرح لنا الدور اللي كيلعب السي محمد الركاب؟ الذكرى ديال السي محمد في الغالب هي اقوى ذكرى في هذا في الفيلم ديالنا. كونه لعب اولا كانت صدفه، ثانيا كانت ذكرى مفرحه ومؤلمه في نفس الوقت. السي محمد الركاب صور معنا دور ديال مخرج مسرحي في داخل الفيلم، وصور معنا بالضبط ثلاثه الاسابيع قبل ما يموت. صور معنا في شهر غشت سبتمبر ديال سنه 90، ثم الكل كيعرف على انه مات في شهر اكتوبر. اكتوبر نعم. كانت القوه اللي عطاها في الايام اللي صور معنا فيها اكثر بكثير من الفريق التقني كله، الفريق ديال التصوير كامل. كان دائما النكته ديالو العاديه، كان دائما حب السينما، حب الحياه بصفه عامه، يعني موجود داخل البلاطو ديالنا. وكأن السي محمد كان عارف ان اخر المطاف وصل. الناس اللي غادي يشاهدوا الفيلم غادي يشوف واحد المشهد فاش السي محمد كيمثل اخر المطاف الفني ديالو، وكيلعب الدور ديال مخرج اللي في حاله انهيار كامله، يعني في اخر المطاف. المونتاج ديال المشهد هذا نفسه كان مؤلم. نكته صغيره ولكن ماشي نكته كتضحك، نكته بشكل اخر. مات سي محمد من بعد ما صور وقبل ما يسجل الصوت ديالو، مده ديال 4 شهور، وحنا كنقلبوا على شكون الانسان اللي يمكن له يعمل الصوت ديال سي محمد الركاب. حتى انسان في هذه البلاد ما قبل ياخذ هذه المسؤوليه. النهار فاش لقينا الانسان اللي قبل، عرفنا ان ذاك الانسان عنده واحد العلاقه وطيده بسي محمد، ويعني كان مأكد على انه خص الذاكره ديال سي محمد الركاب تبقى دائما كاينه وقبل باش يدير الصوت ديالو. الناس اللي غادي يشاهدوا الفيلم غادي يشوفوا انا كاين الصوره ديال سي محمد والصوت ديال انسان اخر، وغادي يفهموا كيفاش ممكن يكون لقاء بين زوج ديال الافكار، زوج ديال طرق التعبير، واللي كتوصل
كتعطي شي حاجه اللي كنحسوا بها كاملين واللي بعض المرات ما كنقدروش نعبروا عليها. شكون هو هذا الشخص اللي قبل يلعب يعني يهضر بصوت سي محمد الرقاب؟ كاتب الحوار بالفيلم. شكون سي محمد التوزي؟ طيب وحنا هاد الايام يعني ايام قليله قبل حلول الذكرى الاولى لوفاه سي محمد الرقاب، شنو ممكن يعني ما غنقول لك شهدي له، ولكن شنو ممكن تقول في حق سي محمد الرقاب؟ انا هذه سنه وانا كنقول لازم من بعد الموت ديال سي محمد تكونوا انديه، ماشي نادي، تكونوا انديه ديال المسانده، ماشي سي محمد الرقاب ولكن افكار سي محمد الرقاب، لانه لو كان سي محمد الرقاب توفى لازم الافكار ديالو تبقى عايشه. انا كنادي كل الاخوان اللي عندهم اللي عملوا معاه او اللي كان عندهم معاه اتصال او اللي عرفوا عليه شيء ما من الحياه ديالو، لا كمخرج لا ككاتب لا كبزاف ديال الاعمال اللي قام بها، لا كتقني ديال الصوره. ما ننساوش ان سمحنا لك اول عمل قام به هو في اول تكوين ديالو كان تقني جدي ديال الصوره. انا كنادي كل الاخوان وكنعاود نجدد هذا النداء باش يعني ماشي غير تكون حفله واحده في السنه، بل تكون الذكرى ديال افكار صباح الدرك كان تبقى دائما مسترسله ودائما موجوده معنا، باش ما ننساوش من بعد سنه او سنتين نبقاو نتفكروه دائما اذا كان ممكن. طيب شكرا. شكرا. سي با لو فواياج كي تانتيريس فريمون. سولمون السالير. فواسي لو فلوف. لو ترافيرسير على ناج اي دونجورو. سور سا ريف إيليا دو زوم. لا تستغرب عزيزي المشاهد في تواجدنا في هذه الحالة السينمائية وفي هذا الجو الشعبي بدرب الفقراء، فقط وجودنا هنا لتصوير شريط تلفزيوني تحية وتكريما لابن درب الفقراء فقيد السينما المغربية محمد الرقاب. محمد الرقاب الإنسان الفنان المواطن المغربي المعتز بمغربيته رحل بعد معاناة طويلة من المرض، رحل بعد أن استطاع أن ينقل بصدق موضوعي الواقع المغربي بمشاكله وهمومه ومعاناة أهله، وهذه بعض شهادات حميمية ممن عرفوه من قريب أو بعيد. ديال الدار فين كان كيعمل المرحوم، فين كتب السيناريو ديالو، فين وجد الافلام ديالو. هادو لوحات اللي كنرسم من الستينات لهنايا، وبعض الصور اللي خاد هنا كان كيجلس الوالد المرحوم، ممكنلوش يجلس بلا ما يهز ورقة ولا ستيلو لي يرسم لي يقرا. محمد الرقاب كان صديق الناس كلهم، حتى معايا انا ما كانش اب، كان صديق قبل ما يكون اب. من صغري وانا كنتمنى نكون شي نهار سينمائي، ما كنقولش بحال الوالد المرحوم، لا سينمائي بصفه عامه. ما عمر ما شجعني باش ندير السينما، كان ديما كيشجعني باش ندير الكترونيك ولا ندير لافياسيون ولا شي حاجه بحال هكا الطيران ولا كلشي من غير السينما. علاش؟ كان ديما كيقول لي ما كاينش مستقبل في السينما. ما عمر ما كان خايف من الموت، كان اشجع انسان في العالم بالنسبه لي، ما عمرني شفت واحد شجاع بحالو. ما عرفش نطرى لي هنايا في المغرب، واش الجو ما استحملوش ديال الدار البيضاء ولا حيت كان مانيش حاد ديال العمليه، كان باغي يرجع باش يطور شويه السيناريو ديالو. اخو كما قلت لك يبقى عندنا 24 ساعه على 24 ساعه كيكتب، داكشي يمكن خرج عليه
وقهوه كحله ما كياكلش ورجع جا كيخدم كيف افون كيف قبل كيف هذه خمس سنين ونيت بحال دابا هذه ربع سنين خمس سنين ونعس فراش ما كيدير والو الوقت اللي تفراسو صحيح باغي يخرج كاع هذيك الطاقه تاعو باغي يخرجها. سي محمد الرقاب الله يرحمه تعرفنا في سنة 63 كنا كان عندنا واحد المشروع انا واخ ديالي مصطفى نصور واحد الفيلم شريط قصير كان سميتو لي كاتر ميغ ومصطفى ديك الساعة كان مشى ليداك ورجع وانا كنت كان كهاوي كان ندير تصوير بلاباري فوتو داكشي ديك الساعه كان خصنا نصوروا بالكاميرا وكنت انا اللي خصني نكبت الكاميرا وندوي ولكن ما كانش عندي جنيتي با اسي كومبيتون بور سو فير الوغ كنا عيطنا على السي محمد الرقاب في بين 63 و 64 درناه في مده طويله قبل ما نمشيو لبولونيا الو كنا عيطنا على سمح محمد الرقاب كان ايلي تي نوتر كونسيي تكنيك سمح محمد الرقاب كان من الناس اللي كيربطوا الابداع بالحريه كان لا يعتقد بانه ممكن تكون طموح الابداع عند الفنان بلا ما يكون طموح عميق للحريه وهذا ربما بالاكيد اللي تيفسر كونه احد المؤسسين ديال منظمه حقوق الانسان بالمغرب. تعرفت على السي محمد الرقاب في السبعينات ولكن تحت لي الفرصه وكان لي الشرف باش نشتغل معاه في الفيلم ديالو حلاق ديال الفقراء في 83 كنت كلفت بالصوت ديالو. علاقتي كانت علاقه اولا كصديق كنا كنتشافوا ونجتمعوا ونتذكروا على المشاكل ديال السينمائيين والسينما وخدنا معارك لانه كنا كان من اول من اسسنا الغرفه المغربيه كان هو من اول من الاعضاء ديالها كان فيها وكنا كنجتمعوا وكان يناضل معنا يعني كان مناضل. اشتغلت مع الرقاب اعتقد تقريبا في كل الاعمال ديالو ابتداء من الثمانينات اي ابتداء من حلقه الفقراء. طبعا خدمنا حلقه الفقراء البرنامج التلفزيوني بصمات اللي درنا منه جوج الحلقات وبعض المشاريع التلفزيونيه اللي ما تنجاتش وان كان مدروجه كان خصها مدرجه كان خصها تنتج واخيرا مشروع فيلم مذكرات منفى. الحقيقه كان تربطني بصديق محمد الرقاب علاقه صداقه حميمه منذ خمس أو ست سنوات كنت أعرفه من بعيد كنت أعرفه كفنان وكمخرج سينمائي ولكن لم تتح لي فرصة للتعرف عليه شخصيا إلا في سنة 85 عندما شارك معنا في أول تظاهرة ثقافية نظمناها حول وضعية الفنون التشكيلية في المغرب ومنذ ذلك الحين ونحن نشتغل من جانب آخر يعني أستاذ لطفي تكلم عن محمد الرقاب السينمائي المبدع الفنان وأنا أريد أن أقدم شهادة تعطي الأضواء أو حول جانب آخر من شخصية محمد الرقاب. محمد الرقاب الأستاذ، محمد الرقاب المكون، محمد الرقاب الذي كان يحب الشباب ويحاول أن يعطيه كل ما في وسعه من خبرة ومن قدرات وهذا جانب مهم جدا لأنه قلت أن تعرفنا خلال 85 واقترح علي إنشاء معمل للعمل السينمائي داخل الكلية ورحبت بفكرة جد ترحيب وبدأنا نشتغل وفعلا خلال ثلاث سنوات اشتغل مع زهاء ما بين 30 إلى 50 على السنوات 50 طالب كانوا يهتمون بجانب الفوتوغرافي وجانب السينمائي وواكبت يعني بصفة متواصلة هذا العمل
وكان عمل جد إيجابي. منه لمست روح العطاء الكبير. وحقيقة محمد القاب رحمه الله كان فنان ذا قلب كبير، وأظن أنه يجب التأكيد على الجانب هذا. كان كريما وكان ذا قلب كبير، يعني يعطي بدون حساب. واشتغل معنا لمدة 3 سنوات، أظن أنه أعطى كثير لطلبته وبالمجان. هو زي ما في سبيطارات كان نعس هنا كلينيك شحال كون نعس مسكين، كان شاد باش يتنفس دير عفيد وتنفس بيها راح يقول غادي تخش. شايفتني هو الحشيد خطرة اللي يحسب هاليا مسيكين هاليا يا عارف شكلك حتى قال لي يوم ممكن نرجع ودي الحج بقى عيوم وغادي يمشوا. اداني في طاول وقطعت هذيك الساعة وركبت في العشية مشينا. كنا طبعا كنا مربينا الوالد ديالنا الله يرحمه الوالدة، كان مربينا تربية حسنة، وكنا كنعيشوا بجوج في محل واحد، يعني ماشي زعما بيت واحد دار وحدة إلى آخره، هذوك في البلدية دار البلدية. وعلى كل حال كان صغره مهما كبر بدا يكبر شي شويه، بقى بشويه مشى تيقرا، كنت يقرا في الدرب اليهودي، ومن ثم مع الوالده ديالو انتقلاتو للمدرسه المحمديه محمد بن يوسف هنايا في الدرب العاليه. ثم بقى حتى حصل على الجوائز ديالو. كل حال هو بغى يدير شي حاجه، يعني المغرب بغى يبين طبيعه الحال، بغى الشعب المغربي والجميع الملك وجلاله الملك والحكم المغربي بغى يدير شي حاجه زعما يبين باش يسمع يرفع السمعه ديال المغرب. انه شتي في تونس ومشى للامارات ومشى لمصر مخلى يعني حتى دوله مشى لهم باش يشهر دوك الافلام ديالو ديال الغير. هو مازال حي، على انا اعتقد انه لم يموت، لانه مخلى التاريخ ديالو مزيان وخلى الخطه ديالو مزيانه. وحنا بغينا ولاد الشباب المغرب كلهم يتبعوا ديك الطريق ان شاء الله، بغيناهم يتبعوا حتى هو الطريق ديالو يديروا افلام ونهضوا بالمغرب، ماشي زعما غير هنا في الدول كلها. السينما المشكل جذور المشكل كنلقاو تفسير الكثافه السينما كما يبدا. يقال ان السينما صناعه وكذلك فن. بالنسبه لنا لي انا مثلا كسينمائي من البديهه عموما فالارتباع والفن لا علاقه لي انا شخصيا بالصناعه. وفي حاله ما اذا كنت اود ان تكون لي علاقه بالصناعه فليست لدي امكانيات، كما ليست للدوله التي اعيش فيها امكانيات صناعه، امكانيات صناعه هذه السينما، بحيث ما كاينش نتخلاو من هذه الوضعيه، لانها وضعيه كاينه في جميع الدول اللي بدات تدي السينما منذ بدات تمارس السينما منذ الستينات السبعينات بحال جميع الدول التي حصلت على استقلالها في الخمسينات، بدات تحاول دير محاوله انشاء صناعه سينمائيه وطنيه، ولكن مع الاسف فشلت هذه التجارب كلها، لاننا تلقاو اننا من بعد ما كنجيو الافلام المغربيه ما تلقاوش فين نحطوها، حتى السوق الوطنيه السوق سوق عمران الافلام الاجنبيه وليست سوق تطلب الافلام المغربيه. في الواقع يعني كاين واحد الجانب في الشخصيه ديال السي محمد الرقاب اللي ربما خصنا نشيروا ليه، هو كون السي محمد الرقاب كان عنده انتاجين، نوعين من الانتاج، كان انتاج سينمائي وكان كينتجو كمخرج او كمدير تصوير، وكان عنده خطاب معين، يعني كان عنده هم السينما المغربيه. لذلك كنا كنلاحظوا ان السي محمد الرقاب كان انشط سينمائي اللي كيشارك في اي لقاء او ندوه خاصه بالسينما،
اللي كان كيغتنم هذيك الفرصه وكيغتنم هذاك الجمهور اللي كيكون حاضر في هذاك اللقاء باش يحاول يفسر الاشكاليه ديال السينما المغربيه ويحاول يرد البال المشاكل والحلول. اش نقولوا حنايا اللي في القاعات ديالنا ما كتشوفش فيلم مغربي واحد، يعني يمكن تدوز سنه وما تشوفش فيلم مغربي واحد، هذا ماشي معقول يعني. وهذا بطبيعه الحال عنده خلفيات بزاف ديال يعني كون الاستيلاب بانواع مختلفه ماشي غير ثقافه معينه. فرنسا مثلا كتخوف غير من الانتاج الامريكي، ما احنا خصنا نتخوف من الانتاج الهندي والمصري واللبناني والامريكي والطالياني الى اخره. يعني غادي توصل واحد الوقيته اللي ما قدرناش نعبروا على نفوسنا ولا ما قدرش المشاهد المغربي يشوف نفسه في ديك المراه اللي هي الشاشه، يعني ربما ما غادي يبقى يعرف شكون هو، يعني هذيك الهويه ديالو غادي تضيع وتتلاشى. الحلم المهم اللي كان عنده هو السيناريو ديالو ذكريات منفى. كان كيقول لي بغيت غير نصوب هذا الفيلم، بغيت تجي المدجي. سيتي اون كيلكو سورت لا غيزون دو فيفر دو سي محمد الرقاب. سا لوي توني تيلمون تاكور que c'est tout à fait navrant qu'il n'ait pas pu le faire. Je suis un peu ému. المشروع هو اهم شيء كان عنده هو، يعني كان كيعطيه بالنسبه لي هو اهم عمل كان خصو يقوم به. وتقريبا السنوات كلها اللي مضات منذ الحلاق الى الان دوزت تقريبا ودوزناها مجموعا في تنقيح الفيلم وتنقيح السيناريو وإعادة ترميمه بشكل ملائم بانتظار إنجازه بطريقة من الطرق. وفيلم بشكل مختصر كيهضر على قصة ديال فلسطيني كيخرج من الأرض ديالو لظروف ما، وطبعا كيدور كيلقى مشاكل حتى في بعض في كل الحياه ديال مجموعه ديال المشاكل هو والزوجه ديالو. وطبعا لدرجه انه كيوصل لواحد الوقيته كيتهم راسو بشي جريمه ما ارتكبهاش غير اللي كيتخلص من هذا الكابوس اللي كيحيط به. نشوف قضية مع يوسف فضيل حيت هو اللي كان كتب السيناريو مع الوليد، وغادي نشوفو من بعد، نشوفو قضية المنحة وغادي نشوفو قضية الإنتاج ومن هنا لواحد المدة طويلة. إن باش تكمل الفيلم بسرعة ولا ماشي بسرعة، واخا نبقى حتى 30 عام 40 عام نديرو ماشي مشكل الوقت المهم وهي الفيلم بغيت نديرو كيف ناوي الوليد الله يرحمه يديرو. كتكون الصفحة طويلة على أنانيت على هذا الفيلم بإصدار نفتحوا صفحة جديدة، لأنه صعيب دير فيلم بلا به. وإن كان زعما أنا الأمنية ديالي والأمنية ديال الأصدقاء كلهم هو فعلا يتنجز فيلم كتتمين ولا كتتويج للعمل ديالو وخا في الغياب ديالو. وهذا موضع حرج، ولكن موضع حرج فعلا، ولكن في الواقع هو لما اللجنة تصدر الحكم ديالها ولما تقرر القرار هو هذاك القرار كيكون بالنسبه للشخص وبالنسبه للمشروع ديالو شخصيا.
فلما تعطات هذا الدعم ما تعطاتش لأي واحد، تعطات لصفة السي الرقاب كسينمائي محترف وكسينمائي ذو خبرة وذو كفاءة، وعلى إطر مشروع يعني اللي هو كتبوا ساهم فيه لأن السيناريو ديالو. إذن ما نفهمش أنا كيفاش يعني يجي شي واحد وياخد ويتبنى ويقول على أنا أو واحد مجموعة حنا من السينمائيين بغينا ناخدو ونجزو الفيلم ديال سي رقاب إلى آخره، عطونا داك شي، هذا غير ممكن. أنا قلت لك الإبن ديالو ما يمكنش نقارنوه، يعني هنا نخليو العواطف في جهة ونكونوا واقعيين في جهة أخرى. هنا العواطف شيء والواقع شيء آخر، فيعني ماشي مجرد أن أنا ما تنعرفش الابن ديال المرحوم، ولكن ما غاديش كيف ما كان الحال ما غاديش تكون عنده الكفاءة اللي كانت عند الوالد ديالو. فيعني احنا وما يمكنش عاوتاني اللجنة تعطي هذا القدر هذا 150 مليون لواحد الابن بصفة انه ابن غادي، لا هذا يعني يعني خارجين الواقع هادشي. ولهذا الابن في المثال يمكن له يقدم مشروع ويتبناه وإلى آخره، ولا كان ذاك المشروع في المستوى فاللجنة هي موجودة إلا لدعم كل كفاءة وكل إنسان حاول يعمل في هذا الميدان. أحسن تكريم يقدر المسؤولين يقوموا به بالنسبة للركاب هي أولا يسمحوا بطريقة معينة، ما عرفتش كيفاش يعني قانونيا الحلول ممكن توجد باش السيناريو اللي كان كيحملوا الرقاب واللي شارك فيه هو يوسف فاضل في الإنجاز دياله هو يوسف فاضل، هذا السيناريو تعطاه إمكانيات ويتلقى حل قانوني مثلا اللي يسمح لهذا الفيلم هذا باش يتنجز كتكريم للرقاب. وثانيا لأن الأشياء مترابطة هي أن المسؤولين يحاولوا يفكروا ياخذوا انطلاقا من قوانين كاينة في دول أخرى مماثلة لنا في الدين وفي اللغة وفي قومية إلى آخره، يلقوا حلول مناسبة اللي تسمح السينما المغربي ما يعيش هذيك العيشة اللي عاش الرقاب واللي كان عيشوها كاملين الآن. Qu'on commence à s'intéresser à l'artiste tant qu'il est vivant, parce qu'une fois mort, en quoi nous sommes en train de l'aider maintenant? En rien. أنا أظن أن الإنسان إذا كان معروف في وقت الحياة ديالو في يعني في الحياة ديالو مزيان، وإذا ما كانش معروف فنعرفوا به لما يعني تختفي لما تمشي بحادثة أو يموت أو يعني هذا. ومن كرسم شو لوحة من كيف سرش تفسير ديالها خاصك تفسرها أنت المجاهد ولا خصك تفسرها. ونقدر نقول لك أنا بصفة عامة أن كيف كان شاهد هذه اللوحة الوالد من كان كرسمها كان عنده المشكل الأول وهو الرئتين، وعنده تقريبا الفورمة ديال الرئتين. ونقدر نفسر تفسير آخر وهي أن نقدر نقول بأن كان جبل وجبل هنا وجبولة، وكان خاصو نقز واحد حف كبير
وهي كيف كيفسرها هو كان كيفكر يسعف لاغريف ديال رئتي. كنشوف ليا كنفكر في الفيلم ديال الخلو.